As-Sayyidil Fadil, Muassis Kampung Arab Al-Azhar Pare, Al-Ustaz Rahmanuddin, Wal-Ustaz Muslihin. as sayyidul Fadil, Mudiru Daurah, Kampung Arab Al-Azhar Pare, Al-Ustaz Yuli Kurniawan. As-Sadatul Al Hudur, Al-Muallimun, Wal-Muallimat. Uhayyikum jami'an bitahiyyati salam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعاما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. آمين يا رب العالمين. ثانيا صلاة وسلاما على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد ارشد الناس من الظلمات الى النور. كنا هنا امامكم برئيس الجلسه فاسمحوا لنا ان نقرا ترتيب البرامج في هذا اللقاء السعيد. البرنامج الاول الافتتاح. البرنامج الثاني قراءة آية القرآن الكريم البرنامج الثالث كلمة الترحيب والبرنامج الرابع الاختتام والدعاء إذا هيا بنا نفتتح في هذا البرنامج بقراءة البسملة جماعة ونخطو إلى برنامج الثاني Qira'atu ayatil Qur'anil Karim Sayaqra'uhu lakum Akhuna al-Mahbub Muhammad Fadil Nabil Fa'alaihi fal yatafaddal maskura Wa nakhtu ila barnamidu salis Kalimatu tarhib Sayuballiguhu lakum Mudiru daurah Kampung Arab Al-Azhar Pare Al-Ustad Yuli Kurniawan فَعَلَيْهِ فَلْيَتَفَضُّلْ مَسْكُورًا ونخطو إلى برنامج الرابع الإختتام والدعاء قبل أن نختتم في هذا البرنامج أنا أطلب العفو منكم على كل خطايات إلى اللقاء في وقت آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mahir bahasa Arab. Al Azhar dong jagonya.